مرحبا، يعطيكم العافية. أنا رند، اليوم جايتكم بفيديو. هذول الزرار منظرهم طلعوا صوت طول الفيديو. المهم اليوم جايتكم بفيديو شوي مختلف. عادة أنا هاي الأشياء ما بشاركها على اليوتيوب، بشاركها على الإنستغرام لما هيك أحكي عن أشياء عامة، دروس وريفلكشنز بالحياة، وبلاقي إنه الناس بحبوها على الإنستغرام، فقلت بنزلهم هون على اليوتيوب، بلكي إنه كمان الناس بحبوها. أنا كتير بحب أسمع نوعية الفيديوهات هاي، وبحب أشوف الناس كيف بتفكر وشو تعلمت، وكلنا نستفيد من تجارب بعض. فحب اليوم أحكي لكم عن 10 دروس أنا استفدت منها ب 2021 وتعلمتها بالحياة، لعل وعسى إنه حدا فيكم يحس بهالنقاط أو بوحدة من هالنقاط على الأقل ويستفيد منهم. وكمان كتير بحب أعرف شو الأشياء اللي أنتوا تعلمتوها، وأبرز الدروس اللي أنتوا تعلمتوها بسنة 2021. فإذا حابين تعرف شو هي الأشياء اللي أنا تعلمتها ب 2021، كملوا هذا الفيديو للآخر. أوكي، أول درس تعلمته هو فايتة بالعميق، فايتة ديب، بس أول درس تعلمته هو إنه الحدود الشخصية كتير مهمة بأي علاقة أنت موجودة بحياتك، شو ما كانت هاي العلاقة، سواء علاقة صداقة ولا علاقة عاطفية ولا بزنس ولا أي شيء. العلاقات كلها لازم ينحط فيها من بدايتها حدود شخصية كتير مهمة. لازم دائما مهما تكون حبيت شخص وارتحت له وأمنت له، دائما لازم يكون في جزء من حياتك غامض ومخفي لهذا الشخص عشان تحفظ مساحتك الشخصية وحدودك الشخصية وخصوصيتك، وإلا رح تندم على هذا الإشي بعدين. كتير منا أوقات تعرفنا على ناس وحبيناهم وارتحنا لهم وحسينا يا الله وين هذا الإنسان عني من زمان، ومنحس إنه بدنا ناخذ هذا الإنسان ونحكي له كل إشي عنا ونشارك معه كل إشي ونقضي كل وقتنا معه. ولكن هذا الإشي غالبا لما الناس تعمله غالبا بندموا عليه، لأنه هذا الإشي مش طبيعي. الاحتكاك الزائد بالناس دائما رح يؤدي للندم إذا إحنا مش من الأول حطينا بكل رضا وبكل محبة وبكل هيك سلاسة حطينا حدود شخصية بعلاقاتنا مع الناس، رح نلاقي انه بعدين بالمستقبل رح نضطر نحطها بزعلة، لانه الناس خلاص حيصيروا متوقعين منا انهم بيعرف كل شيء عنا. ولا تشطح بالاحتكاك مع البني ادمين، لانه هذا الاشي حيؤدي ل أشياء مش لطيفة بينكم. فلازم الهالة هذه حواليك تتركها مهما حبيت الشخص ومهما ارتحت له. الاحتكاك الزائد بين شخصين مهما كانوا ملائكة غلط. لو جبت ملاك وملاك وحطيت بينهم احتكاك زائد رح تطلع أسوأ ما فيهم. فالمشكلة مش بالشخصيات، مشكلة بالاحتكاك الزائد. دائما في ناس تقول لك والله ما كانت مبينة هيك، والله هو ما كان مبين هيك. لا، كلنا بني أدمين، كلنا فينا الجوانب المنيحة والجوانب المش منيحة، ولكن لما يصير في احتكاك زائد بتطلع الأشياء المش منيحة بكل حدا فينا. ثاني نقطة، إذا مش عشان أمك وأبوك لا تيجي على حالك عشان حدا، إلا إذا أمك وأبوك يعني، غير هيك ما تيجي على حالك عشان حدا. لأنه إذا جيت على حالك عشان حدا وعلى وقتك وأولوياتك واهتماماتك وحتى راحتك ورفاهيتك على فكرة، رح يتعود هذا الشخص إنك أنت دائما تيجي على حالك عشانه، ورح يعتبر إنك إذا بمرة قررت إنك تحط حدودك رح يعتبرك إنك أنت مقصر بحقه وبتسيء له، مرات يمكن حتى بتهينه. إن لنفسك عليك حقا حتى برفاهيتك وراحتك، فلا تيجي بأشيائك الأساسية وبحاجاتك الأساسية عشان حدا غير أمك وأبوك، لأنك عن جد حتنصدم بعدين إنه ما حدا حيجي حاله عشانك غير أمك وأبوك. لأنه للأسف لما تيجي على حالك مرة رح تضطر تيجي على حالك كل مرة، وإلا حتطلع لئيم. فمن الأول عود الناس على هذا الإشي. كتير اكتشفت أنه بالعلاقات كيف أنت بتعود الناس. إذا بتعودهم من الأول أنه أنا إنسان عندي حدودي الخاصة، عندي وقتي الخاص، عندي حياتي الخاصة، ما بشاركها مع كل الناس، حيتعودوا على هذا الإشي وحيعتبروا جزء من شخصيتك، مش أنك أنت لئيم أو شرير أو تغيرت عليهم. نفس الشيء كمان بأنك أنت ما تجي على حالك، ما تقول وأنت بدك تقول لا، ما تقول وأنت في إشي أهم بدك تعمله إلك لنفسك، حتى لو كان هذا الإشي أنك ترتاح وتقعد هيك، أنت من حقك أنك ترتاح وتقعد هيك. هاي النقطة تحديداً للبنات بدي أحكيها، ما بعرف إذا الشباب كمان هاي النقطة تزبط لإلهم، بس اللي أنا متأكدة منه إنه هاي النقطة أكيد 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 تزبط للبنات. إنك تكوني سينجل أو مش متزوجة أو مش مرتبطة، هذا مش إشي سيء، هذا إشي كتير حلو. هاي مرحلة ذهبية أنت عم بتعيشيها بحياتك، أنت الأولوية الوحيدة والأساسية لنفسك، وما بتعرفي هذا الإشي لأمتى رح يستمر. استغليه، انبسطي فيه. أي مرحلة ذهبية الناس بتمنوها. كتير بزعل، كتير 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 بزعل لما أشوف بنات بعز شبابهم وبعز عمرهم وطاقتهم وبعز أيامهم الحلوة عايشين حاطين إيدهم على خدهم وبستنوا العريس.
وإذا عملت أي إشي بحياتها بتعمله عشان بلكي تلاقي العريس. إذا راحت على مكان قعدت بكافيه معين بلكي شافها حدا وشافت حدا. إذا لعبت رياضة عشان تزبط حالها بلكي حدا شافها. إذا لبست وزبطت وزبطت حالها عشان بلكي حدا شافها. إذا أخذت شهادة بلكي تعرفت على حدا. إذا سافرت بلكي تعرفت على حدا. أي إشي بحياتها يتمحور حول هذا الإشي. مضيقة عدسة الحياة كلها هيك كلها 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 مضيقتها بأنها تلاقي العريس المنتظر اللي من هي صغيرة الناس بيقولوا عريس 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 عريس، ومش شايفة كمية الفرص اللي بالحياة والأشياء الحلوة بالحياة اللي ممكن هي تستغلها بهاي المرحلة اللي عن جد ذهبية بحياتها، اللي أنت أولوية نفسك فيها مش حدا تاني. كتير بزعل على الطاقة المهدرة. إذا رحتي قعدتي بكافيه، اقعد بكافيه لأنك حابة قعدته، حابة الفيو اللي بالكافيه، بتحبي قهوتهم، بتحبي أكلهم. إذا بدك تلعب رياضة العب لأنها بتبسطك، لأنها بتحسن من صحتك ومن نفسيتك. إذا بدك تضبطي حالك ضبطيها عشان نفسك بالطريقة اللي أنت بترضيكي، اللي بتعجبك أنت مش بتعجب الناس. إذا بدك تاخدي شهادة عشان تطوري نفسك، يعني كل هاي الأشياء عمليها عشان نفسك مش عشان حدا تاني. لأنه بالنهاية لو إجا حدا تاني أهلا وسهلا خير وبركة، بس إذا ما إجا حدا تاني أنا عملت هاي الأشياء لإلي وأنا مبسوطة فيها وفخورة فيها، وهاي الأشياء بتخدمني أنا وبتسعدني أنا بالمقام الأول والمقام الأساسي. أنا لو كنت شاب وحشوف بنت وببين على فكرة كل تحركاتها واضح شو هدفها فيها وغايتها، أنا حخاف أقرب منها حتى لو عجبتني. يعني عن جد حخاف، لأنه هي مستنيتني، هي من هي بوب وهي مستنيتني تستنى أنا أجي عشان أنا أسعدها. هي إنسانة مش سعيدة، هي كل طاقتها مكرستها عشاني، فححس بمسؤولية كتير كبيرة، فحتى لو عجبتني ححرب وحفلسع. أما إذا شفت بنت هي سعيدة، هي عم تعمل أشياء هي سعيدة فيها، هي عم بتطور من نفسها، هي سعيدة بحياتها، حس إني أنا ححب أكون جزء من هاي الحياة، وححب إني أنا أسعدها كمان، وححب إني أنا أقدم لها. أكيد واجب الشريكين تجاه بعض لما يتزوجوا إنهم يسعدوا بعض ويوفروا لبعض حياة كريمة ويدعموا بعض. ولكن لما تكون هي أنا شغلها الشاغل لها 10 سنين تستناني حخاف. أما إذا هي كان عندها جزء كبير من حياتها ماشي وماشي بطريقة كتير حلوة وبطريقة هي حبيتها وسعيدة فيها بدوني، هحس أني أنا أحب أكون جزء من هاي الحياة وبني أحسن من هاي الحياة وأسعدها بزيادة، ليش لا؟ فكتير بزعل على البنات، أنت عم تعيشي أحلى أيام عمرك، اعملي فيها أشياء لإلك. إذا أنت بتهتمي بالأكاديميات تعلمي، خدي شهادات لإلك عشان توصلي للايف ستايل أنت بتحبيه. إذا أنت بتحبي تسافري، سافري وانبسطي لإلك، عندك هذا الوقت وعندك هاي الحياة، عندك هاي الفرص. إذا أنت بتحبي تتعلمي هوايات جديدة وتتعلمي مهارات جديدة ولغات جديدة، عندك the gift of time. يعني واو هذا إيش كتير حلو. لا يعني إنه الحياة الثانية مش حلوة، على فكرة المتزوجات في كتير منهم سعيدات، ولكن سعيدات بس عندهم أولويات تختلف، ما حيقدروا يعملوا كل إشي أنت بتعمليه. فأنت استغلي هذا الإشي لأنه ما بتعرف، يمكن بكرة إن شاء الله بيجيكي ابن الحلال وحتحسي انه تغيرت اولوياتي، بطلت انا اولوية نفسي، صار عندي مسؤوليات مختلفة تانية. فالاشياء اللي كنت بقدر اعملها بهداك الزمن الذهبي هلأ ما بقدر اعملها. اوكي بقدر اعمل اشياء تانية جديدة حلوة ومختلفة، good for you، بس عيش المرحلة هاي وعيشيها صح. وهذا بيجيبني للنقطة اللي وراها. النقطة اللي وراها هي if you're doing something whatever it is، اذا عم تعمل اشي شو ما كان يكون do it right، اعمله بطريقة صح. هذا الاشي كمان تابع لانه ان الله امركم اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فنفس الفكرة. وهذا الاشي ينطبق للاشياء الكبيرة بالحياة زي مراحل الحياة. انا هلأ سنجل، do it right، استغليها حلليها للمرحلة. او مثلا انا هلأ ام ومتزوجة، غير بقدر حللها بطريقة مختلفة تماما. او مثلا زي انا هلأ، انا كنت اصلا طول عمري ساكنة بالامارات، الإمارات فيها كتير فرص وكتير أشياء مش موجودة هلأ هون زي ما أنا هلأ بفلسطين. فإذا أنا مقرر أضيق عدستي وبس أطلع على شو موجود بالإمارات أنا ما بقدر أعمله بفلسطين، حكتئب لأنه في كتير أشياء أنا بقدر أعملها بالإمارات ما بقدر أعملها بفلسطين. ولكن العكس كمان موجود، في كتير أشياء أنا بقدر أعملها بفلسطين مش موجودة ولا عمرها حتكون موجودة بالإمارات. فكل مكان وكل مرحلة بحياتنا إذا بنعملها رايت هذا إيش حيسهل علينا وحيخلينا كتير أسعد. أنا هلأ لو رجعت على الإمارات بدي أركز شو بقدر أعمل بالإمارات زي ما كنت أعمل بفلسطين كمان حكون تعيسة. فمش صح. If you're doing something whatever it is، سواء هذا الإشي مرحلة بالحياة do it right. كمان هذا الإشي بنطبق على أعمالنا اليومية. If you're doing something do it right، إذا عم تدرس
دو إت رايت، ركز بالدراسة وترك كل شيء تاني. إذا عم تشتغل دو إت رايت، ركز بالشغل. هذا الإشي أنا بحاول أعلمه لحالي وكتير عم يفرق معي على فكرة. حتى إذا عم ترتاح دو إت رايت. كتير منا بيرتاحوا بضلهم على التليفون أو بضلهم كذا، ما بنترك لحالنا الوقت اللي إحنا فعليا نفصل فيه وعن جد فعليا نرتاح فيه. لما تعمل شيء منيح حتى لو أنت معتبر إنه هاي مرحلة يمكن مؤقتة بحياتك فمش محرزة أبدأ فيها إشي ولا أعمل فيها إشي بضمير، لا اعمل كل شيء بضمير حتى لو انتهى المرحلة مؤقتة. كتير فينا ناس دخلوا شغل على اساس انه مرحلة مؤقتة وقعدوا فيها سنين، او قعدوا بمرحلة بتقول لك اكيد حتزوج السنة الجاية فمش محرزة اني انا اعيش حياتي لا do it right. حتى لو ما استمر هذا الاشي ما رح تندمي بكل الاحوال، بكل الاحوال ما رح تندم انك انت عم تعمل اشي رايت حتى لو هذا الاشي استمر سنين طويلة او استمر اسابيع او شهور او مهما كان. ما تعامل اي اشي بحياتك انه هو اشي مؤقت، عامله انه هو اشي حيضل. لو ضل خير وبركة، هين عملته صح وعملته منيح، ولو ما ضل برضو خير وبركة، ما رح تندم بكل الاحوال لما تعمل الشي على اصوله واشي منيح. التغيير مطلوب من الروتين كل فترة بحياتنا، لازم كل فترة بحياتك يكون في تغيير، وإلا رح تلاقي حالك فجأة أنك أنت مطفي وأنك أنت مكتئب وأنت مش فاهم ليش أنا فاقد الشغف بالحياة، وليش أنا مطفي، وليش أنا مكتئب، وليش أنا مش مبسوط، ليش أنا متضايق من غير أسباب ملموسة. هي أنه صار لك فترة عايش بروتين وما في أي نوع من أنواع التغيير، فلازم كل فترة يكون في تغيير بروتينك. تعلم إشي جديد، العب رياضة إذا ما بتلعب رياضة، وإذا بتلعب رياضة غير نوع الرياضة، سافروا على أماكن جديدة. بعرف إنه هذا الكلام يمكن بيّن لا لا لاند كتير، في كتير تفاصيل بحياتنا مش بإيدنا نغيرها، ولكن في مساحة أشياء معينة بإيدنا إنه إحنا نغيرها. من أشياء البسيطة، قصة شعر جديدة، نروح أماكن جديدة، ناكل أكلات جديدة، نتعرف على ناس جداد، ناخد شهادة، نتعلم شيء جديد. هالأشياء كتير رح تفرق معانا مع الوقت. ما في شيء بيعطيك اتزان وتوازن وطمأنينة وسكينة هيك في الحياة وهدوء قد الصلاة، مستحيل. في أشياء تانية بتساعد طبعا، زي الرياضة، زي إنه نحكي مع ناس نحبهم، زي إنه نقعد بالطبيعة، زي المديتيشن، زي التدوين والجورنالينج، زي إنه نمارس هوايات إحنا بنحبها. في كتير أشياء بتساعد إنه تعطينا اتزان وطمأنينة وهدوء هيك بالحياة. ولكن الصلاة لها تأثير مختلف تماما، لأنه تعطيك هيك كمان شعور بالرضا وشعور بالاتزان هيك، وشعور شعرت كيف أوصف لكم إياه بس أنتوا عارفينه. بالذات صلاة الفجر بتعطيك هيك إحساس أنك أنت متزن وأنك أنت سنترد وأنك أنت كونتنت، شو ما حيصير إشي حواليك ممكن يضايقك طبيعي أنت بني آدم، بس ما حيهزك ويهز توازنك. فالصلاة تحديدا صلاة الفجر رح تعمل كتير فرق بحياتك من ناحية الاتزان والهدوء والروقان بحياتك، وكيف أنت تتعامل مع المعطيات الخارجية في حياتك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة بالأول وبالأخير هي إلنا أساساً، لإلنا تنعكس على حياتنا وعلى نفسيتنا نحن بالأول قبل قصص الأجر وما الأجر. أكيد الأجر إشي مهم، بس هتلاقي الفرق بحياتك أنت لما تصلي بنفسيتك أنت. إياك أنك تسقط تجاربك السلبية على غيرك. شو ما كانت هاي التجارب السلبية، أنت عندك تجارب سلبية بالزواج، بالطلاق، بعدم الزواج، بالشغل، بالسفر، بالهجرة، بالدراسة، بالبزنس، أي إشي، أي إشي أنت عندك فيه تجربة سلبية لا تسقطها على الناس. الناس كتير معقدين وبيختلفوا عن بعض كتير تركيباتهم. الناس ما بتشبه بعض، ما تفكر إنه في حدا بني آدم زيك بالضبط. الناس بتختلف بأولوياتها وبتحيزاتها وبطريقة تفكيرها وبقدرات تحملها. الإشي اللي أنت ما قدرت تتحمله وأكأبك وطفاك كان إشي سلبي بالنسبة لإلك، غيرك مش بس رح يقدر عليه، غيرك حيقدر عليه وحينبسط فيه كمان. فلا تعتبر أنت من مخك إنه كل الناس زيي، فإذا أنا فشلت في هذا الإشي أو ما حبيت هذا الإشي معناها كل الناس زيي، فبدأ أصير أغصبك إنك أنت تحس زي ما أنا حسيت وأسقط تجربتي السلبية عليك، لأنه بالغصب أنت حتحس زيي لأنه أنا الريفرنس تبع العالم كله. لا لا، كل الناس لها تجارب مختلفة. فإذا حدا سألك عن تجربتك بإشي معين حقك إنك ترويها بصدق، ولكن كمان ارويها بحيادية من غير ما إنه بالغصب هذا الإنسان لازم يكون زيك أو لازم يحس بالإحساس اللي أنت حسيته اللي هو إحساس سلبي. وعلى هذه كمان نقطة تانية، مش مطلوب منك إنك أنت تبرر وتشرح تصرفاتك وقراراتك وخياراتك بالحياة لأي حدا. رح تلاقي إنه الناس دائما مستنين منك explanation، زي كأنه أنت من حقهم عليك إنك أنت تعطيهم شرح ليش أنت عملت هيك وليش تصرفت هيك وليش اخترت هيك وليش رحت هجرة وليش غيرت شغلك وليش تركت الشغل الفلاني وليش تزوجت وليش تركت زوجك. ما لكم دخل.
ما لكم دخل. إذا مش حدا عم بصرف عليك أو أنت قاعد ببيته أو قاعد هيك فوق قلبه، ما حدا له أحقية غير أنك أنت تشرح له وتبرر له خياراتك وقراراتك. عود حالك أنك أنت حتى بالأشياء البسيطة ما تشرح للناس وما تبرر لهم قراراتك وخياراتك إلا إذا هم مسؤولين عن جزء منها أو حتى هم حيتأثروا فيها. هاي النقطة كمان كتير مهمة، أي شيء بالحياة شو ما كان يكون، أي شيء مهما كان قليل ومهما كان بسيط أحسن من صفر. أي شيء ممكن تعمله أحسن من صفر بكل شيء بالحياة. ما فيك تستنى الوقت المثالي والظروف المثالية والتفاصيل المثالية كلها وكل شيء يكون ضابط بنفس الوقت. هذا الظرف، هذه الحالة عمرك ما حتلاقيها، عمرها ما حتكون موجودة، عمرك ما حتقدر تعمل الإشي بصورة مثالية شو ما كان هذا الإشي، الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. ولكن أي 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 إشي في الحياة حتعمله مجرد أنك أنت عملت أخذت أكشن أحسن من صفر أي شيء. فلا تستنى الظروف المثالية، عمرها ما حتصير. ودائما تذكر حالك إنه أي شيء راح أعمله لو واحد أحسن من صفر. أنا نفسي أعمل 100 بس واحد أحسن من صفر، كله أحسن من صفر، أي حاجة أحسن من صفر. أوكي، وهاي النقطة إلي وإلكم وللكم، هي كلهم إلي، كل هاي النقاط إلي. أنا مش قاعدة بحكي معاكم كأنه أنا إيش المعلمة، لا، يعني هم كلهم أشياء أنا تعلمتها ومفيد إني إلي إني أصور هيك فيديو، لأنه لما أحكيهم بركزوا كمان بمخي أكثر. هاي النقطة، مش صح انه نقضي كل وقت مع تليفوننا. كتير بزعل لما اشوف عدد الساعات اللي بيجي باخر النهار مقضيتها على تليفوني، بصير بدي اعيط، لانه حرام هذا عمرنا قاعد بضيع. احنا حننسأل عن عمره فيما افناه. في كتير اشياء حلوه بالحياه برا هذا الاشي، كتير في اشياء حلوه بالحياه برا هذا الاشي، فلازم نعيشها هاي الاشياء حتى لو كانت هالاشياء ترفيهيه. انا بدي احضر مسلسل على التلفزيون او هذا، طالما بالمعقول. ولكن انه نقضي وقتنا على تليفوننا من غير اشي انا بقدر اسميه، يعني اذا انا قضيت وقتي على التليفون مثلا بصنع محتوى، بحضر شيء مفيد، عم باخذ كورس، حتى عم بحضر مسلسل، مش مشكله طالما كل شيء بالمعقول. ولكن لما اكون مش قادره اسمي هذا الوقت لاني انا طول الوقت بس هيك، يعني هون في مشكله. وبعرف انه هذا الشيء كثير صعب، كثير 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 صعب بزماننا، لانه اسهل انه اعمل هيك اسهل من اي شيء ثاني بالدنيا. اسهل من اني اقوم اقرا، اسهل من اقوم انظف البيت، اسهل من اني اقوم ادرس، اسهل من اني اقوم اسجل بكورس. ولكن حرام حرام يضيع عمرنا على مش طبيعي، مش صح، مش طبيعي. فكلنا لازم نركز اول شيء شو نوعيه الوقت اللي بنقضيها على تليفوناتنا، وثاني كميه الوقت اللي احنا عم نقضيها. لانه عن جد في كتير اشياء حلوه بالحياه وفرص حلوه بالحياه، واحنا نسيناها، احنا جيلنا نسينا هاي الاشياء من كتر ما هذا ماخذ عقلنا. بس والله هاي هي العشر اشياء اللي تعلمتها ب 2021. تعلمت كمان اشياء اكثر، بشارككم مرات اشياء بالانستغرام عن الاشياء اللي تعلمتها. اذا بتحبوا تشوفوا اشياء اكثر تابعوني على الانستغرام، شوفوا بالستوريز بحط، واحكوا لي انتم شو تعلمتوا ب 2021. هحب استفيد من تجاربكم كثير. خلونا نتشارك ونحكي مع بعض بالكومنتس. اذا حبيتوا الفيديو اعملوا له لايك، وبشوفكم المرة الجاية. باي.